صباح الخير أو مساء الخير يا برج الثور في القراءة العاطفية. خلينا ندخل على طول على القراءة العاطفية وأسفل التأخير، دي تعتبر من 14 ليوم 31 بإذن الله. طاقتك حلوة يا برج الثور وكارتك طالع، يعني ده أنت في طاقتك، أنت في الطاقة بتاعتك. أعتقد أن في حد قديم رجع لك وانت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص، وبالفعل هذا الشخص رجع مرة أخرى لحياتك أو هيرجع بقى هذا الشخص مرة تانية. وهيرفنت أنت في الطاقة بتاعتك، طاقة برج الثور، طاقة أنك مبسوط وشاعر بالرضا، أنت شاعر بالرضا حاليا وشاعر بأن أنت بتحبه قوي، يعني بتحبه قوي وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص، ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا، لان ده كارتك يطلع بالتواصل، يبقى انت بتشعر بان مثلا الحياة ضحكت لك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك، لانك بينكوا ذكريات كتير قوي وبينكوا علاقة متينة، يعني مش اي علاقة، ممكن تكونوا متزوجين مثلا، ممكن تكونوا متزوجين. طيب خلينا نشوف طيب مشاعر هذا الشريك ايه، وشايفك ازاي، وحالته ايه دلوقتي. حلو. طيب برج الثور، هذا الشريك عايز يقدم لك يعني هدية كده او شيء، من مثلا ممكن تكونوا انتوا لسه راجعين مع بعض، فهو عايز يقدم لك شيء يثبت حسن، يثبت بيه حسن نيته. بس انا عايزه اتاكد من حاجه عشان ما اظلموش، بس انا مش هظلمه يعني. لا ده عايز يقول لك وحشتني وتعالى، عايز يهزر معاك ويضحك ويرجع الجو اللطيف اللي كان ما بينكم في اول العلاقه خالص، بقى كانك اول مره تتعرف عليه كده، وبصص لقدام اهو. وهو تقريبا عايز يعمل ايه، لان ده كارت برضو، هو عايز مثلا ما تتكلموش في الماضي كتير، يعني مثلا ممكن تكون وانت بتكلمه تجيب مثلا سيره حاجه حصلت في الماضي ما بينكم، يقول لك بلاش بقى، هو سيبك من الماضي، تعالى نهزر، تعالى نضحك، تعالى نتكلم مع بعض، انا بحب الكلام معاك، انا بقول لكم في تواصل ما بينكم قوي، يعني انت بتحبوا الكلام مع بعض، انتوا بتتكلموا مع بعض حلو قوي، فهو بيحب يتكلم معاك هذا الشخص، وبيحب يددش كده وتضحك وتهزر وياخد معاك الكلام، يعني او وحشه قوي جو الهزار والضحك اللي كان ما بينكم. فهذا الشخص عايز يبص لقدام بقى، يعني بيقول لك تعالى بقى سيب بقى اللي ورا، بص وبص معايا لقدام كده، تعالى بص لقدام كده، تعالى نخرج، تعالى نتفسح، تعالى اجيب لك هديه. هو عايز يجيب لك هديه على فكره، وحاجه كده حلوه يرضيك، يعني ده جايب لك الكوبايه والبانتكلز، يعني جايب لك الحاجتين، انت عايز ايه هجيبه لك، اللي انت عايزه هجيبه لك. بس هي مشاعره حلوه قوي، يعني مشاعره حلوه، هي ساي بيج اوف باك ابس وبيج اوف بانتكلز، بس عشان ممكن تكون انتوا كنتوا متخاصمين او حاجه، فهو عايز يدردش معاك او كده. ولو انتوا مفيش خصام او اي حاجه ما بينكم، فهو عايز يديك هديه، او هو مستلطفك قوي قوي، يعني لو انت مفيش خصام ولا حاجه، في علاقه مستقره، فهو مستلطفك قوي، يعني مستلطفك وشايفك حد لذوذ وجميل وبتضحكه والحاجات دي، يعني لكن هو شايفك ايه، شايفك ذا هيرميت، شايفك ان ممكن يكون بينكم فعلا خصام ولسه راجعين، وهو عايزك ترجع زي زمان، الشخص الامور اللي كان بيضحك ويهزر معاه. ليه بقى؟ لانه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي، هيرميت عمال تعيد في الذكريات بتاعت زمان قوي، يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متوحد. انت زي ما تكون، هو انتوا رجعتوا وكده، او انتوا في العلاقه، بس زي ما تكون عندك اكتئاب او ما بقتش زي زمان. هو عايز يفرفشك، عايز يفرفشك،
عايز يخرجك يفرفشك، مش شايفك زعلان. انت زعلان من حاجه يا برج الثور، انت ممكن تكون زعلان من حاجه في الشغل او في الدراسه مثلا، وهو عايز يعمل اي حاجه، عايز يعمل اي حاجه يخليك ترجع زي زمان. ال- 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 الامور اللي كان بيضحك معاه ويهزر اللي هو كان بيحبه، هو كان بيحب فيك الروح الطفوليه دي اللي كنت بتضحك وتهزر وعامل ايه وبتاع، فهو شايفك بقيت منعزل قوي عنه. انت زي ما تكون عندك مثلا ايه، انت عمال تصده ليه يا برج الثور؟ انت بتصده، انت عمال تقوله كلام جامد قوي. استنى بقى، انا كده فهمت، انت رجعتوا لبعض او عموما يعني في العلاقة، وهو لما يرجع يكلمك تاني هو داخل دخلت عامل ايه ووحشني وكده، وانت بتقوله وحشني ايه؟ انت قلبت على عم ضياء من الاخر، لو اتفرجتوا على مسلسل الوصية انت كده عم ضياء هنا، مش عارفه ليه انت عمال تقول له استنى بقى ده انا هحاسبك، ده انت وحشني ايه، انت بقالك شهر ما كلمتنيش وبقالك شهرين كذا، فانت بقيت شخص منعزل قوي ومش عايز تكلمه، هو شايفك ان انت مش عايز تكلمه، او بقيت شخص قاسي، بقيت شخص قاسي يا برج الثور، قسيت عليه يعني، هو شايف ان انت بقيت قاسي وما بقيتش بيج اوف كابس، ما بقيتش دمك خفيف، ما بقيتش تهزر معاه، ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت، بس انت دلوقتي منعزل عنه شويه لانك ممكن تكون بتعلمه حاجه، عايز تعلمه حاجه، عايز تقول له انا ما بقتش زي زمان على فكره، وانا اتغيرت ومش هسكت لك تاني وبتاع وكده، بس انت فرحان برجوع، ما تنكرش بقى، انت فرحان برجوع وانت بتحبه على فكره، انت بتحب هذا الشخص، بس ممكن تكون عايز تقول له مثلا لا انا مش كل مره بقى هتسيبني وتمشي. ممكن يكون الشخص ده من النوع اللي هو انا حاساه اصل كل كروته البيج اوف بيج، حاساه شخص طفولي شويه في مشاعره يعني، لانه مش حاجه كبيره يعني، مثلا ما بيعرفش يدي مشاعر بالظبط، هو ما بيعرفش يدي مشاعر كبيره. لو انت متحير من هذا الشخص اوكي، ومفكروا ان هو بيتسلى بيك مثلا، عشان هو مثلا بيكلمك، ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مره في الشهر مثلا، هو كده يكلمك مره في الشهر، يسلم عليك مره، وبعدين يجي لك بعد الشهر اللي بعديه يخرج معاك يوم يومين ثلاثه، وبعد كده يروح قاطع، وبعدين يرجع تاني. هذا الشخص بص، البيج والبيج، هذا الشخص مشاعره كده، هو ما بيعرفش يدي الا كده، ما بيعرفش يهتم الا اهتمام صغير، يتكلم مره يتكلم مرتين، هو كده دي حياته. حتى ما طلع البيج اوف كابس برضو، مش النايت اوف كابس، لا ده البيج اوف كابس، هو كده ما بيعرفش يعمل الا كده في مشاعره، هو كده متوحد في مشاعره، متخلف يا سيدي في مشاعره، بس بيحبك، هذا الشخص بيحبك يعني، ولكن هو في في في, في مشاعره ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة. انت ممكن تكون بتديله مشاعر كبيرة قوي، ولكن هو بص فتفيد، انت تسأل عليه كل يوم، هو ميسألش عليه غير مرة مرتين، هو كده، هو هذا الشخص كده. ممكن تكون بتتعامل مع حد جوزاء برضو، ممكن لان انا شايفة برضو البانتكلز هنا، فممكن يكون ترابي شوية هذا الشخص، وعذراء وحوت او سرطان او عقرب برج مائي، وتور برضو عندنا تور برضو. طيب زي ما قلت لك، هو شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي، وبقيت تدور وراه وبتاع، ولا وانت ما كلمتنيش امبارح، وانت. طيب هو ايه في حياته دلوقتي؟ هو الكينج اوف كابس، هو مستقر على فكره. هذا الشخص بجد بقى ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر، هذا الشخص عنده استقلال في المشاعر، مستقل عاطفيا يعني، هو الحب مهم عنده وبيحبك وعايزك، بس هو في حياته بيحب دايما يبقى لوحده، او يحب دايما يبقى مستقل عاطفيا، ما بيحبش حد، مش عارفه اجيبها لك ازاي. برج الثور عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفسح وخروجات وكده، وعنده حد بيحبه وهو بيحبه برضه، بس ما بيعبرلوش عن المشاعر، بس من الاخر بس كده، هو بيقولك هو بيديك حاجات صغيره قوي، هو كده دي وجهه نظره، بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشيه زي الفل، وممكن يكون بيرتب شغل جديد او بدأ عمل جديد مثلا، حاجه من النمط ده. طيب هو نيته معاك ايه؟ هو نيته يصالحك،
بص هو مش مستحمل خالص فكرة ان انت عامل له الوش ده بصراحة يعني، ومش مستحمل فكرة ان انت متعذب كده وقاعد وحاطط ايدك على وشك وبتاع، لا هو عايز يشوفك كده. في هو متعود من الاخر كده برج الثور، ممكن تكون انت اللي عودته، انت عودته على كده من الاخر. بص بقى انت عودته، انت اللي تديله، انت اللي تهتم، انت اللي تروح له وانت اللي تكلمه وانت اللي هو اتعود، هو الشخصية دي كده يقول لك يا اقبل حبيبك على عيبه ومش عارفه ايه والكلام ده. فانت عودته او عودت هذا الشخص على كده، عودت ان انت اللي بتقدم له الكوبايه، انت اللي بتروح له، انت اللي بتكلمه، انت اللي بتهتم. هو الشخص ده بيهتم بس اهتمامه بالنسبه لك ما يجيش حاجه، هو كده عادي بقى مع الحياه، الحياه كلها كده يعني. لو انت مش عاجبك الشخصيه دي خلاص مش مشكله، سيبه وامشي. لكن هو بيحبك، بيحبك وشايف ان انت الشخص المناسب اصلا، ده شايف ان انت الشخص اللي هو مش هيلاقي زيه تاني خلاص، ده رفيق الروح يعني، توأم الشعلة بتاعي، بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط وكده، هو بيحب اهتمامك. على فكرة يا جماعة، بما ان في تجارب شخصية يعني مش ليا انا بس حواليا، فانا ليا صديقه بنفس النمط ده، ولما قالت له انت بتهتم بيا نص اهتمام ومش عارفه ايه كده، قال لها انا يعني بحب اهتمامك، ممكن يكون ما بديش اهتمام لكن انا ما بيعرفش يعبر، ممكن هذا الشخص ما بيجي يعبر، بيعبر بالهدايا، يعبر بالخروجات بالظبط، يعبر بالفسح، لكن كلامه واهتمامه وازيك كده لا ما بيعرفش هو يعمل الليله دي خالص. هو يديك بص خدي 75 جنيه روح هاتي لك بيهم هديه. قال له انت هتجيب لها هديه في الفالنتين؟ قال له انا هديها 13 جنيه تشوف بقى تجيبي اللي هي عايزاه. فهذا الشخص يدي كوبايه، يدي هديه، يخرج، يروح يودي سينما، يجيب لك حاجه انت عايزها بتموت فيها، لكن كلام حب واشعاره كده لا، هو عملي قوي مستقل، هذا شخص مستقل في عواطفه في مشاعره في كل حاجه. وانت بقى يعني مفكره ما بيحبكش وعمال تقول له لا استناني بقى انت ما بتحبنيش اصلا، لا هو بيحبك، بيحبك ولما بتبعد عنه ما بيتقبلش الفكره دي خالص، لا هتبعدي فين او هتبعد فين. طب هو ناوي على ايه الخطوه اللي هياخدها؟ هو حاليا اعتقد انه مركز على شغله قوي، لا بص بقى هو ناوي، انا مش قلت لك هذا الشخص بيدي بس بيدي فلوس، يدي هدايا، هو ناوي يجيب لك حاجه خلاص كده، خلي بالك بقى هو ناوي يجيب لك حاجه، هو ناوي يعمل اللي انت عايزه. شوف بقى انت كنت طالب من هذا الشخص ايه، هو هيعمله لك. يعني انت مثلا طالب منه اهتمام، هيدي لك اهتمام، والله هيهتم بيك وهوريك، هو الكينج اوف بانتاكلز، الشخص ده عملي قوي 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 يعني، و شخص ما بيحبش الكلام يعني افعال، هعمل ده هعمل ده خلاص. فهو ناوي يوازن خلاص، انا انت عايز ان انا اهتم بيك خلاص يا سيدي ههتم بيك. ما قلت لكم في اول تقريبا، قلت لكم انتوا ولا مين مش عارف، مش عارف قلت القراءه دي ولا ايه، الشخص اللي بيتغير احنا ممكن نكون مش بنتغير، ممكن نكون ايه اللي بيحب الطرف التاني ونعمله. فهو شايفك ان انت عمال تقول له لو سمحت اهتم، لو سمحت وازن، لو سمحت اللي بديهولك تديهوني، هو يعمل لك اللي انت عايزه، بس ما تمشيش ما تبعدش، انا بحبك لو سمحت، انا بحبك ما تمشيش، شوف انت عايز ايه وانا اعملهولك. لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه شويه يا برج الثور، ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده، لا لا ما تعملش كده. افرض هو عنده شغل، عنده اولويات، انا عارفه في ناس تقول لك طب ما هو فاتح اهو دلوقتي وما دخلش يكلمني، مش لازم يكون فاتح بيكلم بنات يعني، اللي ممكن يكون بيكلم بنات فعلا، بس مش مشكله، مش مشكله يا جماعه، نبص للجانب الايجابي، بيتعرف على ناس. لا هو شخص كده يعني بيحب في صمت، وهو ناوي ان هو يثبت لك، ممكن يثبت لك بانه يجي يخطبك او يقرا فاتحه مع اهلك، او يثبت لك بانك مثلا يقول لك ايه انا خلاص مثلا حددت السنه الجايه اجي اخطبك مثلا، يقول لك كده، لان هو بص عمال يشتغل وعمال يكون في فلوس، اعتقد هو عنده حاجه في الفلوس منعه ان هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجه، ممكن تكون انت مطالباه بانه يجي يخطبك، او نرسم العلاقه بقى عشان انا زهقت مثلا، او تعالى اخطبني دلوقتي مثلا، فهو هيعمل اللي انت عايزاه او اللي انت عايزه. لو ولد طبعا فهي هتهتم بيك، هتهتم بيك يعني، لانها مش هتنفع تجي تخطبك.
طب النصيحة بتقول لك ايه؟ النصيحة بتقول لك بطل بقى لف ودوران بقى، ها ماشي، بطل لف ودوران، والشخص ده توأم روحك وتوأم شعلة، واي حاجة اي حاجة فيها حب معاك، بيحبك بيحبك بيحبك، برج القوس وبرج الجوزاء بتتعاملوا مع الاثنين، بيحبك قوي قوي يعني، واصبر عليه شوية برج الثور. والنصيحة بتقول لك صالحه بقى، ما تبقاش البرج العذراء، ما تبقاش كده، هتبقى كده هيمشي هيمشي ويزعل، هو بيبقى كده لما انت بتبقى بتصده، لكن هو بيحبك، بس هي طريقته في اظهار المشاعر ما بيعرفش، بس كده، ده اللي اقدر اقوله لك، ده اللي انا استنتجته من هذا الشخص، لانه كل شويه بيطلع له بيج بيج بيج، بيطلع له حاجات صغيره، لكن ده توأم روحك، ده بيحبك قوي وانت كمان بتحبه على فكره، يعني انتوا نفس مقدار الحب، بس انت بتظهر له يعني اكتر من هو بيظهر لك. ودي قراءة حلوة بصراحة لبرج الثور وعجبتني جدا. مش بقول لك انت في طاقتك، ده انت فرحانة قوي، فرحانة قوي برجوع هذا الشخص، انت بتحبه قوي قوي، وبتحب كمان تديله عطاء، تديله عطاء، بتحس ان انت زي لو انت بنت بتحس انك امه مثلا، بالظبط كده، بتحب تتكلم معاه، وهو بيحبك على فكرة، وناوي يجيب لك هدية، ناوي يجيب لك هدية. طب يا برج الثور، يا رب تكون القراءة عجبتكم.